السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم في الفيديو العظيم ده طبعا عن حدث مهم وحدث جلل، ترند الناس كلها عمالة تتكلم عليه، السيسي وطيارة السيسي، وطبعا الشكل الخرافي لطيارة السيسي، قصر طائر يعني، قول بقى زي ما انت عايز تقول تمنه، كمان شوف التمنه بكام، الحاجات والتجهيزات اللي فيه عاملة ايه وشكلها ايه. ده يعتبر قصر طائر. وبعدين الناس اللي هنا طبعا بتنتقد السيسي وبتنتقد كلامه عن سياسة التقشف، وقد ايه احنا مديونين وقد ايه احنا فقراء قوي، وان في ازمة اقتصادية بتمر بالبلد. طبعا انا من المكان ده انا شايف ان الراجل يا جماعة حقه بصراحة يعني، معلش اذا كان محمد رمضان اللي هو حتة ممثل راح ولا جه، عنده لامبورجيني ومش عارف وبيجاتي وهو فيراري ومراري وشوية عربيات كده، ما انا يعني ايه، ما انزل الله بها من سلطان، وبيتصور جنب كل واحده شويه. الراجل ده عنده طياره يعني، محمد رمضان عنده طياره خاصه، مش عايزين رئيس الدوله يبقى عنده طياره يعني بجد ينفع يعني باي عقل وباي منطق؟ ده رئيس الدوله يا جماعه يعني، البلد كلها بتاعته يعني، يحش وياكل، ما حدش يقول له انت بتعمل ايه. فما حدش يقف عند الحاجات الخايبه دي. وبعدين هو قصر معاكم في حاجه، وبعدين هي مش دي اول طياره طبعا، احنا عارفين طبعا اسطول الرافال اللي كان جابه، وطيارات الرئاسيه الكتيره اللي جابها، بس الطياره دي طبعا بقى ايه، ده مش موجود عند رئيس امريكا. فهو الراجل كتر خيره يا جماعه، الراجل من حقه يعني. محمد رمضان زي ما قلنا حته الممثل اللي راح ولا جاي معاه قد كده، جايين بقى على الرئيس الغلبان يا عيني اللي عرقان اللي ما بينامش عشان خاطر البلد. انا بس عايز الناس تبقى بتركز وبتسمع خطابات السيسي الفتره الجايه، او قبل كده اما تيجي ترجعها وتسترجع كلامه، وتفتكر ان هو دايما يطلع يقول لك احنا بلدنا وظروفنا وحياتنا ده غير بقى طبعا ايه القروض اللي عمال يجيبها كل شويه من هنا ومن هنا علشان خاطر بقى يسد بقى شويه عجز موازنه، يعمل مش عارف بقى مشاريع ابصر ايه على مشاريع مدرك ايه، وكلام زي ما انتم عارفين كده ايه، لا يودي ولا يجيب، وبيضحك بقى على الناس. وبعدين يعني الناس يقول لك اه ده احنا فعلا، ده احنا في ازمه، اه فعلا ده احنا، ده العالم كله في ازمه، صح العالم، بس العالم كله الناس اللي في ازمه دي ما بتشتريش طيارات بنص مليار والارقام الرهيبه دي يعني، مش بميزانيات دول يعني، تمن الطياره دي لوحده تمن القرض اللي هو عايز يجيبه عشان خاطر مش عارف البنيه التحتيه والكلام الخايب ده. فاه في ازمه في العالم، في ازمه في العالم، بس مش كل الرؤساء بتوع العالم اللي عندهم ازمات حتى في اوروبا او في غير اوروبا بيصرفوا بالبذخ ده يا باشا عشان خاطر ايه، كيفهم ومزاجهم انت، ولا انت عايز الناس بقى تطلع تستحملك في الطياره فوق؟ شكلها كده قربت، فواضح ان انت بترسم على كده. فخدوا بالكم بس من كلام السيسي الفتره الجايه، وشوفوا هتكلم على ايه، عشان خاطر بس الطياره دي تطلعوا له الصور كده تقولوا له يا باشا مساء الفل، التقشف، ها التقشف وترشيد الاستهلاك. سلام.